في روبريك صحتك في صحنك باش نحكيو على الطريقه المثلى لطهي الدجاج. تعرفوا مليح التوانسه من اكثر اللحوم اللي يستهلكوها الدجاج، وكنا حكينا في حلقه سابقه حتى في لي ريجيم ينصحوها على خاطر لي فياند ماغر باهين. دونك هذاك علاش اليوم باش نحكيو على الدجاج كيفاش نجمو نطيبوه بطريقه صحيحه. وبعدين كما قلت لانيتريسيونيست مريم التوكابري، مرحبا مريم. يعيشك، مرحبا، مبروك، يعيشك، عام تحيا بخير، يعيشك فينا الكل، يعيشك، نورتنا مريم. دونك السؤال فيما يخص طريقة طهي الدجاج، فما طرق مختلفة، دونك الطرق هذية كيفاش وكيفاش تكون بطريقة صحية؟ بين حاب نقول أول حاجة هو أغزمون كو أي حاجة طيبة في الدار كل كسوة كيفاش طيبناها راهي باش تكون صحية. دونك لهنا هو فما برشا طرق، فما اللي في الفوق هذيك احسن حاجه غوتي، يعني غوتي فوالا، فما المشوي، فما اللي طيب اون سوس، واللي نحب نقول راهو حتى كان يبدا الدجاج طيب اون سوس راهو ينجموا ندخلوه في حميه غذائيه حتى بالنسبه للناس اللي يحبوا يضعفوا في الميزان. تري بيان، با فورسيمون نشدوا في اسكالوب مشوي ولا في دجاج مشوي، معناتها طيب في مرقه في كسكسي نورمال نجموا ناكلوه. ما يزيدش في لي كالوري يعني؟ لا ما يزيدش في لي كالوري بالكل. فما الباني كيما الغوسيت نتاع الشيف، فما اللي يبدا زاد كيف كيف باني في الفوق، دونك لهنا اون اوتر التيرناتيف، مي كلهم صحيين اذا كان نعرفوا نختاروا لي زانغريديون تاعنا. هو مع شنو باش يطيب، كيفاش باش يطيب، دونك هذاك اللي يزيد وينقص في لي كالوري ولا يزيد وينقص في المنفعه نتاعو. داكور، ينجم يطيب بالفابور الدجاج؟ ينجم يطيب بالفابور زاد كيف كيف، اي مفور معناتها. تري بيان، دونك فينالمون الالتيرنونس بين هذوما الكل طرق الطهي هي اللي تخلي الحاجه اكيليبغي. بارك الله فيك دكتوره، نجموا ناكلوا الدجاج كل يوم؟ ما يقلقش معناتها صحيا. باهي، هو شوف في لي كونسي اون جينيرال في التغذيه ماذا بينا ديما نوعوا، معناتها التنويع راهو باهي، خاطر فما حاجات موجودين في الدجاج مش موجودين في اللحم، فما حاجات موجودين في اللحم ما فماش في الحوت، دونك لهنا الدجاج هو اكثر معناتها نوعيه نتاع اللحم اللي مستهلكه في تونس، نجمو ناكلوها جوسكا 3-4 فوا باغ سومان، معناتها ما يقلقش. نزيدوا في الايامات الاخرين نجمو ناخذوا العظم زاد كيف كيف اللي هو يتسمى معناتها من الدجاج اكزاكتومون، حوت، معناتها هذوما الحاجات اللي هما صحيين برشا خاطر فيهم بوكو دو بروتيين، ونهايه نجمو اللحم. دونك هكا نكونوا حافظنا على التغذيه نتاعنا اي او ميم طون نوعنا وما حرمناش روحنا. تري بيان، رامي عندك سؤال دول. جوستومون على تطيب الدجاج، دونك احسن طريقه في تطيب الدجاج هي بالفابور، معناها كيكا هو بالفابور خاطر تقعد المنفعه نتاعو، مي بون في البنه لهنا يمكن ما يجيش كيما مشوي، صحيح الفيحات يقلقوا زادة في الهضم نتاع الدجاج، ولا فما انواع نتاع فيح كان تزيدهم يقلقوا ولا لا؟ هو بالعكس، هو الفيحات كلها سونس اكسبسيون راهي ديما عندها منفعه، مي في الفيح بالذات التوابل بصفه عامه ديما سي لا دوز اللي تحكم فينا، ما نكثروش سولون لي توليرونس نتاع العباد بيان سور، خاطر فما ناس معناتها سونسيبل اكثر المعده نتاعهم. اكزاكتومون، دونك كو سوا في الفلكحه البابريكا الفلفل المهوش الزنجبيل الكلهم باهين، كمون معناتها قرفه كي مش نطيبوا مثلا نواصه ولا دويده مفوره زاد باهين، كل واحد يعطي جو ديفيرونس. اكزاكتومون جوستومون. درا بريكو دكتور، حبيت نسالك شنو هي الطريقه الصحيه، اسكو مشوي على الفحم او بيان مشوي على التاوة معناتها على ولا على الغاز ولا على الجريل؟ في المنفعة نتاع الدجاج ما تتبدلش، معناتها المنافع اللي فيه اللي كما نعرفوهم، معناتها فيه لي بروتيين، فيه الفيتامينات مجموعة ب، فيه برشا سيلينيوم وزنك اللي هما باهين المناعة نتاعنا سيرتو في الظرف هذا، ما تتبدلش نتاعهم كو سوا معناتها الفالور نتاعهم كو سوا مشوي على معناتها القلاية ولا في على الفحم. اما بالفحم ممكن بنا ابن وكها فوالا. تسمع في حكاية المشوي ما خذيناش رايك؟ وي نسمع. ايوا مشوي قتلك في القلاية ولا مشوي على الفحم؟ لا هو برجع ليا بنا على الفحم هكا ولا لا؟ على الفحم هكا هذا ما نجمش ندلل فيها عليك، تجيب لنا هنا باربيكيو وفحم والدنيا نجيبه علاش لا؟ اما ساعه ساعه دكتوره هكا كي يبدا مخي يبدا مخي مريره في الفيه. هو جوستومون نحب نقول ان ديتاي، راهو خاطر برشا يحكيو على ريجيم وعلى نوتريسيون اللي نمشيو في فولي اخر نتاع ولاو حامين رواحهم، راهو بالعكس مره في الجمعه حاجه مقليه اول حاجه بور لو بليزيغ شنو ناكلوا معاها، خاطر ما عادش نحكيو هذا صحي وهذا مش صحي، لونسومبل نتاع ماكلتك نهار كامل تنوع زدت معاها سلطه مثلا بسباس في النار هذوك من الالياف يمتصوا الدهنيات، دونك صحتك في صحنك فينالمون. اكزاكتومون، دونك كيما الغبريك نتاعنا وتكون ميم طون صحيه. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو الاخصائيه في التغذيه مريم التوكابري على النصائح نتاع اليوم، دونك حتى الطرق اللي نطيبوا بها احنا طريقه تونسيه كما قلت لكم، حتى نواصر حاجه سي جور فالابل وفيه بنه ويحافظ سورتو على الفالور نوتريتيف نتاعو.